بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوتك فالله آثر أن يضمك راعيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة يا ربي ترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنعطر المكان بآيات الرحمن. آيات الرحمن القرآن الكريم، القرآن الكريم معجزة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صبحي حسني صالح علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وابن هذا البلد الطيب أهله نيتحمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. يتفضل منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام من ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها
أصدق أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم منهم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل القدر الرئيسي مشيرة.
الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب عليك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود.
فذكر بالقرآن من
يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون المتقين في جنات
مستخذين ما آتاهم ربهم وفي أموالهم حق اقرأ بسم
خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى صدق الله الفاتحة. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم من ايات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الصبحي حسني صالح القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بقرية يتحمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية فباسم أسرة الفقيدة الراحلة العمدة الحاج آسر جميل والأستاذ محمد نادر جميل والعائلة الكريمة جميعهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أتى ليقدم ويشارك واجب العزاء في الأمة الراحلة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الأمة الراحلة بواسع رحماته وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات من تقر الإذاعات الخارجية الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزية بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل مفخرة الفراشة قصر الضيافة المتنقل الذي كمل وجمل بأحدث تقنية في عالم الفراشة فراشة الحاج فتحي الصابر والمقيم بميت الرملية عرب الرملية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الذهبية الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع الحفلات الكبرى المهندس حمادة عبد العزيز محروس والمقيم بعرب الرملية مركز بلبيس الشرقية خدمة الضيافة العالمية والمتنقلة عبر أنحاء مصر فهي للمميز دائما المتر محمود أبو صابر التل الكبير الإسماعيلية خدمة النت العالمية عبر العالم
خدمة النت العالمية عبر العالم، فهي لعميد يصور مصر المهندس ناصر صلاح تحت إدارة المهندس محمد ناصر صلاح والمهندس صلاح ناصر صلاح. كما أخص بالشكر أيضا فضيلة مولانا الشيخ الدكتور عبد الرحمن الولي على هذه الكلمة الطيبة. سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الكلمة في ميزان حسنات صاحب الكلمة، وأن تكون في ميزان حسنات المتوفاة، وأن تكون في ميزان حسنات إلى كل من استمع إليها وعمل بها يا رب العالمين. فباسم العمدة عمدة القرية الحاج آسر جميل وشقيقه الأستاذ محمد نادر جميل، يشكرون كل من أتى ليقدم ويشارك واجب العزاء. سائلين المولى عز وجل أن تكون نور هذه التلاوة التي تليت في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبر الأم الراحلة يا رب العالمين. شكر الله أسعادكم جميعا. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.